كلها اخترت النادي الاهلي، واختيار الحمد لله يعني انا راضي عنه يعني بغض النظر. يعني يمكن الواحد ما عملش نجوميه كبيره وانت لاعب يعني، لكن الحمد لله اعتقد ان ربنا عوضها لي في كمدرب يعني، وده الحمد لله يعني نابع ان الواحد دايما راضي الحمد لله، ودايما ربنا بيجيب الاحسن الحمد لله. المفاوضات بقى بتاعت النادي الاهلي الناس بتحب تعرف التفاصيل دي، ايه اللي حصل فيها؟ مين اللي اتكلم؟ مين اللي قال؟ مين اللي جه؟ مين اللي راح؟ مين باشمهندس سعد لقيه طبعا كان طبعا استاذنا، وطبعا ما شاء الله يعني من افضل الناس في تاريخ النادي الاهلي كله في المفاوضات يعني. هو كلمني وكان عن محمد رمضان، يمكن كان بدايه طبعا كابتن انور سلامه هو اللي رشحني يعني للنادي الاهلي، لانه كان ماسك جمهوريه شبين. جمهوريه شبين ده كان الفرقه عندنا يعني في شبين برضو هم اللي هم لعبوا دوري ممتاز، يمكن احنا فرقه غزل شبين ما لعبتش دوري ممتاز، فكنا بنلعب على طول ماتشات وديه معاهم يعني. فهو اللي عرض عليا موضوع النادي الاهلي ان انا اجي النادي الاهلي يعني، والحمد لله تمت المفاوضات بقى. وباشمهندس سعد يمكن انا جيت برضو هنا قعدت حوالي اسبوع كده عند كابتن سعيد احمد، انت حضرتك عارف طبعا يعني، عشان ابعد عن الجو دوت يعني وابعد عن الضغوط اللي بتاع الفرقه كان في الوقت ده في ضغوط في انديه تانية من انديه اخرى. طبعا الزمالك والاسماعيلي. الزمالك والاسماعيلي الزمالك والاسماعيلي كانوا عايزينك تبقى متواجد، ولكن ونادي غزل شبين في الوقت ده او رئيس نادي غزل شبين في الوقت ده كان ما عندوش مشكله. لا هو ما عندوش مشكله، هو في الاول والاخر طبعا يهمه طبعا رغبتي يعني، يعني لان انا قبلها كان في مفاوضات برضو كده، وبعد كده احنا اجلناها عشان يعني الفرقه والكلام ده، الفرقه محتاجاك وانت لسه صغير. ففعلا صبرت يعني السنه ديت، والحمد لله السنه اللي بعدها الحمد لله كنت موجود في النادي الاهلي. حصل التفاوض وانتهى وانت في زيمبابوي يعني، وانت مع المنتخب الاولمبي ولا قبل؟ لا قبل. قبل يعني انت من قبل المنتخب الاولمبي وانت عارف ان انت رايح الاهلي. مضيت. ما انا اول ما مضيت انا يعني اول ما مضيت 95 اعتقد 95 بالظبط. اول ما مضيت في النادي الاهلي رحت على طول، طبعا كان معمول ضجه كبيره، وكان مستر كرول طبعا كان هو اللي ماسك المنتخب، فسمع عن الموضوع ده فحب اللي هو يعني يشوفني يعني. فكلم باشمهندس باشمهندس خالد مرتجي طبعا، خالد كان هو مرتجي فعرض عليه يعني اللي هو عاوز يشوفني يعني في تمرينه وكده. الحمد لله رحت الحمد لله، بعد كده بقى كملت الحمد لله. الفتره دي برضو خلينا نتكلم عن المنتخب الاولمبي شويه.